انا مع وزارة الداخلية. مع وزارة الداخلية الان هم اللي هالكي البلاد، هم اللي هزين البلاد الهاو. جماعة انصار الشارع ان شاء الله ربي يرتحنا منها. ماذا منقول؟ والله مانيش معاهم، فهمتني؟ خاطر هما بالطبيعة انصار الشارع باش ينصروا الدين، علاش ضد؟ اش عجبك اللي عملوا في الجيش بتاعنا كي ذبحوه؟ بصراحة مش معقولة. معليش بالحجة والبرهان ثبت انهم من ارهابي، مع تصنيفهم كتنظيم ارهابي، خاطر اثبتوا انهم يعملوا يعني هما ارهابيين. ما فماش غيرهم، معناها شكون باش يعمل عمل ارهابي في تونس؟ تونس هاك تعرف هاك كيف ما ترى في تونس. تونس كيف ما نقولك سويسرا الشرق. مانيش مستنسين بالتنظيم هذا، مانيش مستنسين بالعمال هذه في تونس. انا مع الدوله ان شاء الله تخدم خدمتها، وان شاء الله يلقاو العباد اللي عملوا كيكا كيف ما بكيونا في رمضان وبكيو الشعب التونسي الكل، ان شاء الله يبكيو عليهم ديارهم. معاه انا الجراء ذي، نحن ضد الارهاب جمع، ضد اللي يمس مصلحة البلاد ومصلحة الأمن في تونس. نحن ديما معهم في كل ما يقرروا، خاطر ما يقرروا كان في صالح البلاد، ما يقرروش حدا ضد البلاد. أنا معاه، خاطر ديغنييغمون هما اللي يدومين معناها البلاد وتربطوا برشا بتدخيل السلاح لتونس، شفتوا من ليبيا والجزائر. وديجا هما موجودين عندهم برشا من عهد بن علي، موجودين في تونس ما كانوا متخبيين، توا ولات عندهم يد في البلاد الكل. اي شوف، هو بالنسبه للحكايه هذيا ما نعرفش انا، فما ترى لي دو كوتي، ترى فيهم معناتها ساعات يعملوا في ديزاكت حلوين ويعملوا في يعاونوا في الناس، وبرفوا ترى لو كوتي نتاع حكايه الشعب، معناتها ساعات تجي تظلم ولا ساسي با، لازم يلقاو هما في رواحهم، يلقاو يصنفوا معناتها يصنفوا بعضهم في رواحهم. ما نعرفش انا كالناس تنصف الشريعه وتعمل مذبحه في كيما في رمضان نتاع الجيش، الناس اللي عملت يدها على ساقها العشر الاواخر نتاع رمضان، عتق من النار، الناس تعرف ربي وتخاف ربي، شد ذبح جنود كيما كيكا ابرياء، واحد بثلاثه صغار والاخر على ابواب عرس، ومنه دي جون توانسه كيفهم كيما ذاك بطال ما عنده ملقاء حتى باوين طلع الجبل ونضم لتنظيم ارهابي في باله باش يشد حكم في البلاد، كيما ذاك انضم الى جيش نظامي نتاع بلاد باش يخدم على رويحته باش يصور حتى هو باش يوكل عائله باش يعمل اسره باش يعمل دار. هو عمليه تصنيف انصار الشريعه كتنظيم ارهابي، هو كان من ال الاصح انه يتم تصنيف حركه النهضه كتنظيم ارهابي، لانه نعرف انه انصار الشريعه عباره على مجموعه تم خلقها او تم تكوينها من طرف النهضه، وكانت معروفه انهم عناصر تخدم اجنده سياسيه معينه لصالح الحزب الحاكم في تونس. ما رايك في تصنيف انصار الشريعه كتنظيم ارهابي، معاه ولا ضد الاجراء هذا وعلاش؟ بو ما كرهمش حكم عليه في 7 سنين، خاطر اول مره يكور، فهمت؟ في الاسبيرونس اون بليس ما عمل حتى شيء في حياته، هو مسكين لازم يعرس وكهو. والله سؤال هذا ما نعرفوش احنا، سؤال الساعة ما عنديش حتى، ما نحبش نتسرع في قاعد نسأل ونعمل، ما عنديش حتى فكر عليهم. والله ما تفرجش فيه، ما نكتبش عليك، ما نجمش نعطيك في رأيي في حاجة ما هي سلامة. إلا معاه لا ضده، مسائل هذه بتفاهم القضاء، نقطة إلى السطر.